مشاهدينا، والحديث أكثر عن الارتفاع الأسعار مع اقتراب العيد في العراق وأسباب فشل الحكومة في معالجة هذا التضخم الحاصل في البلاد، معنا من أصله الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، لعلك استمعت إلى التقرير ومناشدة المواطنين إلى السوداني وإلى المسؤولين في الدولة، تخفيض الدولار، توفير موارد إلى العراقيين في العيد الذي لا يستطيع المواطن شراء أدنى مستلزمات يحتاجها إلى بالعيد. نعم، يعني تعليقكم على احتياجات الناس في مثل العراق، هذا البلد النفطي الغني. نعم، هاي مسألة يعني ضرورية وطبيعية، أنه مع اقتراب العيد الناس يفكرون بشراء ملابس جديدة. نعم. لأطفالهم، لزوجاتهم، لأبنائهم، لكن بسبب الأزمة الاقتصادية وبسبب انخفاض الدخل وبسبب ارتفاع سعر الدولار قياسا مع الدينار العراقي، يعني انخفاض قيمة الدينار العراقي قياسا مع الدولار، هذه أسباب أدت إلى أنه الناس تتذمر. ونحن رأينا الآن هذا الحوار بين المواطنين والصحفيين حول هذه المسألة. لذلك استمرار هذه الأزمة ليس بصالح المواطن العراقي، وإنما بالعكس سوف تؤجج الغيظ وسوف تؤجج الكراهية للنظام الاقتصادي العراقي والحكومة العراقية. نعم. طيب، السؤال هنا، بعد كل الفترة التي مرت من تسلم حكومة السوداني زمام الأمور في الدولة، لماذا فشلت هذه الحكومة بالحد من عمليات ارتفاع الأسعار في الأسواق، يعني القضاء على التضخم أو السيطرة عليه نسبيا ولو بشكل طفيف؟ يعني لماذا لم تستطع معالجة تدهور الاقتصاد في هذه الفترة؟ السؤال طبعا جدا مهم، والجواب عليه كذلك مهم جدا. نعم. لأنه أولا لا توجد خطط استراتيجية مهمة. نعم. لا يوجد برنامج لتنمية قطاع الاقتصاد بالوطن العراقي. نعم. مسألة الاستيراد من الخارج، مسألة ذهاب العملة إلى خارج العراق. نعم. تهريب العملة، وهذه أسباب أخرى كذلك، أنه ضعف الصناعة، ضعف الزراعة، ضعف القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى كانت السبب الرئيس في هذه الأزمة. طبعا انت متى يكون الاقتصاد قيمه العمله العراقيه ضعيفه؟ عندما تكون قطاعات اقتصاد الوطن العراقي ضعيفه، يعني لا يوجد من يسند هذه العمله. نعم، لا يوجد من يسند هذه العمله كمنتوج محلي تقصد يعني. نعم. في حال اذا كانت هناك وجود صناعه، زراعه، نعم، قطاعات اقتصاديه ناشطه في مجال تنميه الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. طيب، يعني نعم، لكن الاقتصاد العراقي اليوم هو اقتصاد ريعي ويعتمد 95% منه على النفط، ولكن بلد نفطي مثل العراق وارداته تفوق ربما واردات دول مجتمعة بالقرب من العراق، ولا تملك نصف أو ربع إمكانيات العراق من الواردات السنوية حتى من النفط، ولا زال الوضع على ما هو عليه وكما شهد شكاوى المواطنين. يعني هناك واردات في 2022 حقق العراق أعلى واردات من النفط. الجواب هو سوء استخدام هذه الأموال. نعم. التي يحصل عليها العراق من بيع النفط. طبعا نعرف عنها حسب ما قلت أنت. نعم. الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي، يعني يعتمد على بيع النفط إلى الخارج واستلام موارد بيع النفط، ومن ثم القيام بمشاريع اقتصادية وهلم جرى. الآن عدم وجود برامج اقتصادية جيدة، عدم وجود إدارة جيدة. نعم. لهذه الموارد واستثمارها في مشاريع استثمارية جيدة تعود بالخير والنفع على الشعب العراقي لكانت النتيجة جيدة، لكن الوضع أمامنا بالشكل التالي، يعني وجود ما يسمى فساد، وجود محاصصة طائفية، وجود عدم وجود برامج استثمارية جيدة، عدم وجود خطة استراتيجية، سوء إدارة اقتصاد الوطن العراقي. نعم. هناك نحن ما يسمى مشاكل بنيوية هيكلية في الاقتصاد الوطني العراقي لا يمكن التخلص منها إلا من خلال وجود خطط اقتصادية جيدة يتم إقرارها ويتم تنفيذها. أنا دائما أكرر، أين هي نتائج الخطة الاقتصادية للسنوات 2018-2022؟ نعم. لا توجد. إذن ما هو النفع من وجود هذه الخطة الاقتصادية؟
ونحن لا نعرف كيف تنفذ ومتى تنفذ وإلى آخره. نعم. طيب أيضا الحكومة التي سبقت حكومة السوداني يعني قالت أن موضوع خفض قيمة الدينار هو إجراء مؤقت فقط من أجل يعني تمضية هذه المرحلة. حكومة السوداني نفسها يعني توعدت بإرجاع قيمة الدينار أمام الدولار كما كانت عليه، ولكنها لغاية هذه اللحظة لم تفي بوعودها. هو طبعا المسألة واضحة لأنه سوء إدارة اقتصاد الوطن العراقي. نعم. عدم تنفيذ الوعود التي طرحتها حكومة محمد الشياع السوداني. نعم. وهذا هو السبب، يعني عدم الالتزام بخطة اقتصادية، عدم تنفيذ الوعود، عدم تنمية اقتصاد الوطن العراقي بشكل جيد، عدم استثمار هذه الأموال، وهذا هو هذه النتيجة. أدى إلى انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ومقابل العملات الأجنبية الأخرى. نعم. طيب يعني ما هي الحلول المتاحة أمام المواطن العراقي اليوم من أجل السيطرة ولو نسبيا على التدهور الاقتصاد، الحالة التي يعيشها المواطن، ارتفاع نسب الفقر، ارتفاع نسب البطالة؟ هل نقول ربما توفير فرص عمل جديدة للمواطنين ممكن أن يحد من هذه الظاهرة أم ليس له علاقة بالوضع؟ إذا كان هناك ترشيد في استخدام هذه الأموال، يعني ما هو الترشيد؟ معناته استثمار هذه الأموال في مشاريع اقتصادية جيدة تعود بالخير على الشعب العراقي، وإلا هذه النتيجة، استمرار بالغلاء، استمرار في تدهور العملة العراقية، زيادة في نسبة البطالة إلى 20%، ارتفاع نسبة الفقر، ارتفاع نسبة يعني حتى أقل من 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 الكفاف، حد الكفاف احنا نسميه الاقتصادي. نعم. يعني تدهور المستوى المعيشي في العراق. نعم. طيب هنا أيضا موضوع آخر، الحكومة اليوم ترفض رفع سلم الرواتب رغم غياب العدالة التي تعتري هذا القانون، بين وزارة ووزارة ليست هناك عدالة، بين مؤسسة ومؤسسة حكومية أخرى ليست هناك عدالة، وكان المفروض القرار يرفع للبرلمان لإقراره وتكون هناك عدالة بين سلم الرواتب، قالوا أن خلص هذا القرار صار من الماضي. أي إذا تشوف يعني معناته أنه حكومة محمد الشياع السوداني لم تنفذ ما وعدت به الشعب العراقي. نعم. وحينما أقروا كذلك وقالوا سوف يكون أقل راتب شهري لمواطن عراقي هو 425,000 دينار بالشهر، نسبة الزيادة بالمعيشة 50%. نعم. ولكن من الوعود، لكن هذه ذهبت أدراج الرياح، ولا زال اقتصاد الوطن العراقي يدور في حلقة مفرغة ولا يمكن الخروج منها إلا بوجود برامج اقتصادية جيدة وخطط اقتصادية استثمارية تعود بالخير والنفع على الشعب العراقي. نعم. إذن هو وجود مشاريع استثمارية هو الحل في العراق. نشكركم من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.